بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال: أنتم ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الباقي. وعن قتادة في قوله تعالى: وظل ممدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر نحوه، قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفرش مرفوع، والذي نفسي بيده ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وإنما بين السماء والأرض لمسيرة 500 سنة. أحاديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الواقعة. سورة الواقعة من السور المكية التي فيها خصائص السور المكية كما عرفنا قبل ذلك، ومن أهم ما في هذه السورة ذكر اليوم الآخر، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر أصحاب الجنة وأنهم منهم السابقون السابقون، وأن منهم أيضا أصحاب اليمين. قال في السابقين السابقين: أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وذكر ما هم فيه من نعيم في الجنة، سأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم ذكر أهل اليمين، وذكر أيضا أنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وذكر ما ينعمون به في الجنة، ثم ذكر أهل الشمال، نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا في الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، حديث لأبي هريرة رضي الله عنه: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هنا كأن يعني نزل من الصورة مرة الأولى، نزل منها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء السابقون السابقون. الجزء ده من الحديث فيه ضعف، لكن الذي يليه قال: أنتم ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة، وتقاسمهم في النصف الباقي، هذا المعنى معنى صحيح. الآية ذكرت وقسمت الناس إلى سابقين وإلى أهل اليمين وإلى أهل المشأمة أهل الشمال. اختلفوا في السابقين، من هم السابقون؟ السابقون السابقون يعني السابقون إلى جنات رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، السابقون السابقون، فهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من الأولون ومن الآخرون؟ هل الأولون يعني القرون السابقة الذين كانوا مع الأنبياء، باعتبار أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين جدا، أنبياء كانوا كثيرين، فكل نبي له أتباع، وكل نبي من أتباعه فيهم السابقون، وفيهم أهل اليمين، وفيهم المكذبون أهل الشمال، هذا محتمل. ولذلك ذكر هنا في الحديث أنها لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الأمم السابقة عدد كبير، ثلة، والثلة العدد الكبير، وقليل من الآخرين يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قورنوا بالسابقين. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن هذا تقسيم قسمه الله عز وجل في الجميع، الجميع أهل الجنة فيهم السابقون السابقون يعني أهل الدرجات العلى من الجنة، وفيهم أصحاب اليمين اللي هم يلون ذلك.
ذكر في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فذكر جنتين، قال ومن دونهما جنتان فذكر جنتين لمن خاف مقام ربه، فيهما وفيهما وفيهما أعلى ما يكون، ثم يلي ذلك جنتان أخريان لمن أيضا لمن خاف مقام الله سبحانه ولكن كانوا دون الأولين. فكأن هذه القسمة على ذلك، السابقون السابقون أهل الجنات الأول، أهل أرفع الجنات وأعلى الجنات، يليهم أهل اليمين أصحاب اليمين الذين يلونهم أيضا في الجنات ولكن لم يبلغوا درجة هؤلاء الأولين. فكأن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كذلك من الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم ثلة من هؤلاء مع من كانوا قبل ذلك من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من الجميع أصحاب اليمين الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين أيضا الذين تابعوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من الأمم السابقة. فكأن القسمة في الجميع، في الجميع، في أمتنا فيهم السابقون وفيهم أصحاب اليمين وفيهم أصحاب المشأمة، والأمم السابقة أيضا فيهم ذلك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شق على أصحابه أن يكون قليل من الآخرين، فقال أنتم ثلث أهل الجنة، فزيد لهم الرب سبحانه أكثر من ذلك، قال بل أنتم نصف أهل الجنة، وزيد له قال وتقاسمونهم في النصف الباقي. كأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة يغلبون الأتباع السابقين ويكون عددهم فوق نصف أهل الجنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فخر للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة تكون أمته الذين يدخلون الجنة أعظم من جميع الأمم السابقة وأكثر من جميع الأمم السابقة، ويختلفون في مراتب الجنات، فيهم السابقون وفيهم أهل اليمين. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وروى هذا الحديث أبو هريرة وقال واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وظل ممدود. هنا شجرة في الجنة عظيمة جدا، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، هنا في الرواية يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هنا في ظلها، وهل أهل الجنة يحتاجون للظلال؟ أهل الجنة ما فيش شمس تحرقهم في الجنة حيث أنه عايز يدار من الشمس بظل من الظلال، لذلك العلماء قالوا لا، الظل ما هو الظل من شمس ولا من شيء مؤذي، ولكن الظل يعبر عنه بأشياء، يبقى الجنة فيها ظل، فيها ظل كما ذكر الله عز وجل وظل ممدود ظلال الأشجار. لو أن في نور في الطريق وفي شجرة موجودة تقوم الشجرة تعمل ظل لهذا النور، وإن كان الإنسان لو خرج إلى هذا النور لن يتأذى بالنور، لا يؤذيه النور، يبقى كأن ظل أهل الجنة شيء من متع الجنة يستمتع به الإنسان، إن هنا ظل وهنا نور وهنا كذا، فيكون كما كان في الدنيا يمشي في الشمس ويمشي في الظل، ولكن إذا مشى في الشمس قد تحرقه الشمس، الجنة ليس فيها شمس وليس فيها ما يحرق الإنسان، ولكن كلها متع للإنسان المؤمن سواء مشى في ظل أو مشى في نور وغير ذلك. لذلك يقول العلماء في تفسير الظل قالوا الراحة والنعيم والجهة، يطلق الظل يعني على ذلك، وقد يقول الإنسان الآخر أنا في ظلك، يعني أنا في كنفك وفي رعايتك، ويعبر بالظل عن العز والمنع والرفاهية والحراسة، هذا من المعاني، وإن كان المعنى الواضح منها أنه ظل بمعنى ظل، وظل ليس يحمي من احتراق وليس يحمي من أذى، لا، الجنة لا أذى فيها، ولكن فيها متع في الظل وفي النور وفي كل ذلك، متع من الله عز وجل لعباده أصحاب الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وظل ممدود. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى السابقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، على سرر موضونة، موضونة أي منسورة من ذهب. في الدنيا السرير بتاع الإنسان من خشب، السرير بتاع الإنسان من حديد، لا، سريره في الجنة الذي يتكئ عليه في الجنة سرير مجدول من ذهب، على سرر
موضونة متكئين عليها متقابلين، يجلس بعضهم على هذه الأسرة والآخرون على أسرة أخرى، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدث أهل الجنة كما كانوا يجلسون في الدنيا. في الدنيا حديث الإنسان يقطعه أشياء، يتكلم مع الآخر فيقطع عليه حديثه، أن يأتي آخر فيقطع الحديث، يزعجه شيء يقطع حديثه، تأتيه مصيبة من مصائب اليوم فينقطع حديثه. الجنة ليس فيها ذلك، يقبل بعضهم على بعض في هناء وفي سرور وفي حبور، يتكلم بعضهم مع بعض، يذكرون كيف كانوا في الدنيا فيقولون إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيذكرون ما كانوا في الدنيا وما كان يحدث لهم وما كانوا في عبادة الله عز وجل عليها في الدنيا، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، نعيم ما بعده نعيم ومتعة ما بعدها متعة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يطوف عليهم ولدان أطفال صغار مخلدون مبقون على هذه الأيام، ما بيكبروش، ظلوا على هذا السن أطفال صغار خلقهم الله عز وجل في الجنة. يطوف عليهم هؤلاء الأطفال الصغار خدام لأهل الجنة خلقهم الله عز وجل، يستمتع أهل الجنة بالنظر إليهم بالمحادثة معهم بأخذ، يطوف عليهم هؤلاء الأطفال يعطونهم ما شاء الله عز وجل من نعيم الجنة. ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، الكوب الكباية الإناء اللي ملوش إيد، الكاس الإناء اللي له يد، الإبريق معروف الكبير، إناء الكبير اللي يصب منه في ذلك، يطوفون عليهم يصبونه في الأكواب ويشرب أهل الجنة من أيدي هؤلاء الصغار، ينعمون فيها بذلك من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. وكأس من معين، من عين صافية عظيمة غزيرة الماء ليس فيها أذى ولا قذى، وكأس من معين هنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ما هم فيه، لا يصدعون في الجنة، لا يتعبون في الجنة، إذا شربوا من خمر الجنة لا يصيبهم أذى ولا تذهب عقولهم، لا ينزفون ولا ينزفون ولا يصدعون إذا شربوا من خمور الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أهل السبق سبقوا، أهل اليمين يلونهم، لما ذكر الله عز وجل السابقين قال والسابقون السابقون، يعني ما أدراك ما السابقون، في أي نعيم يكونون. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. ذكر هنا الفرش المرفوع، حديث لأبي سعيد الخدري أيضا ساقه هنا بإسناد في ضعف وذكره الترمذي وقال غريب، قال فرش مرفوع والذي نفسي بيده ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وإنما بين السماء والأرض لما سيرة 500 سنة. وكأن المقصد أنه الجنات، الجنة جنات عالية، إنسان يبلغ درجة عالية، إنسان يحفظ كتاب الله عز وجل يصل لأعلى الدرجات إذا كان يعمل بهذا، إنسان آخر في درجات أقل، ما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين. أهل السبق الأعلى الجنات ينظر إليهم اللي في أدون الجنات كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الغابر في السماء، لما تبص فوق في كوكب بعيد في السماء فتنظر إليه، كذلك أهل الدرجات الدنيا في الجنة ينظرون إلى أهل الدرجات العليا على هذا الأمر. الفرش المرفوعة عبرت بالفراش وعبرت بما عليه من الزوجات، يعني له نساء في الجنة الحور العين في أماكن مرتفعة في جنة الخلود لا يطلع عليه أحد في ذلك، ولكن الله عز وجل يمتعه بما يشاء سبحانه. وفرش مرفوعة، وقال من ضمن ما يمتعون به أيضا الفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يبقى لهم فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع عن أهل الجنة
ولا تمنع عنهم، ولكن الفاكهة على أماكنها في أشجارها، يتمنى ما يشاء يأتيه إلى عنده ما يريده. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، يعني كأن هذه الفرش المرفوعة لأهل الجنة فيها الحور العين، إنا أنشأناهن نحن خلقناهن. فإذا عبر بذلك والله خالق كل شيء سبحانه، كأن المعنى تخيل ما يكون حضرنا لك هذه، لما إنسان عايز يتزوج في الدنيا ويقول للخطبة شوفي لي عروس، يقول ده أنا جايب لك منقية لك عروسة جميلة جدا، يقول الإنسان يفرح منقية لي أنا مخصوص هذا الشيء. الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، يقول أنا خلقتها لك، أنا حضرت هذه لك، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني جعلناهن على أطيب ما يكون وأجمل ما يكون، حور عين. الحور في العين بمعنى أن البياض في العين واضح، السواد في العين واضح. الإنسان في الدنيا من التعب ومن كثرة القراءة يقوم عينه تعمش، يقوم فيها رمص، يقوم البياض بتاعها يحمر، يبقى عينه بيتغير منظرها. لكن هؤلاء لا، ما فيش تعب جاء عليهم أبدا، مخلوقين على هذه الهيئة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، حور عين، ومعنى عين وأعين معنى واسع العين، عواسعة العين، هذه الحوراء العيناء. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى جعلناهن أبكارا عربا أترابا، لم يتزوجن قبل ذلك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولدان، جعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي متحببات إلى أزواجهن، هذه المرأة العروب التي تحب زوجها وتتقرب إليه بالمحبة. التراب يعني في سن واحد، فيش واحدة كبيرة في سن وتانية صغيرة، واحدة عجوزة وواحدة شمطاء، الكل في سن واحد على سن أهل الجنة، 33 سنة أفضل ما يكون في هذا السن سن أهل الجنة. على هذا الأمر قال الله سبحانه جعلناهن التراب، وترب الإنسان من كان على مثل سنه، فيبقى نساء الجنة كلهن في سن واحد، فيش واحدة أكبر ولا واحدة أصغر، ومبقيات على ذلك، لا شيخوخة في الجنة ولا كبر ولا هرم ولا شيء. عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الشمال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يجعلنا من عباده السابقين السابقين. هنا أصحاب اليمين والسابقين، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يكون عليه هؤلاء من نعيم فيها. فمن ضمن النعيم اللي جاء في الحديث هنا، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، يسير فيها. هذه شجرة واحدة من أشجار الجنة، قالوا هذه الشجرة هي شجرة طوبة، شجرة طوبة، وهذه الشجرة اللي هي طوبة يخرج منها ثياب أهل الجنة. ما فيش مصانع في الجنة، ما فيش حد بيتعب يصنع الثياب ويغزل الثياب ويخيط ويعملها، شجرة تنبت وتخرج لهم ثياب أهل الجنة، قالوا شجرة طوبة. في حديث آخر ذكر هذه الشجرة اللي هي طوبة، قال صلى الله عليه وسلم لو ارتحلت جزعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمة. المعنى الشجرة مدورة، التدويرة بتاعت الشجرة دي، لو إن ناقة حبت تقطعها تلف لفة واحدة بس حواليها، تقعد قد إيه تلف هذه اللفة؟ لو هي صغيرة لغاية ما تهرم وتموت هرمة ما توصلش، ما تتجوز هذه الشجرة، وما تقدرش تلف حولها لفة كاملة. هذه شجرة واحدة في الجنة، وما الباقي أشجار الجنة، وللجنة تكون قد إيه، وللجنات الكثيرة والدرجات الكثيرة، حاجة عظيمة جدا من فضل الله سبحانه. الجنة لا تمتلئ بأهلها أبدا، لا تمتلئ أبدا بأهلها، لغاية ما ينشئ الله لها خلقا آخر، خلق جديد لم يذنبوا يخلقها، يخلقهم للجنة. النار أيضا لا تمتلئ أهلها، وتقول هل من مزيد. أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ هؤلاء أهل النار، أهل الشؤم، أهل الهوان، أهل العذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أهل النار، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. أهل النار يضخم أحجامهم
حتى ينالهم من العذاب ما هم أهل له، ما يستحقونه من العذاب. يضخم، يبقى ما بين المنكبين من مناكبه مسيرة 3 أيام ما بين المنكبين. ذكر في حديث آخر ضرس الكافر في النار كجبل أحد. إذا كان ضرسه أم الباقي حجمه قد إيه؟ ليرينا الله عز وجل عزته وقوته سبحانه، وإن هذا حنعطيك حجما ضخما جدا ونجعلك ذليلا في النار لا تسوى شيئا، لا يسوى شيئا في النار. هو على هذا الحجم الضخم وهو في النار يعز فيها، والنار لا تمتلئ بهؤلاء الكفار، مهما وضع فيها بهذه الأحجام لا تمتلئ النار كما ذكرنا قبل ذلك. بأدي حجم هذه النار تقول هل من مزيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب هؤلاء في النار، وكيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى يغلظ أجسادهم، بل يغلظ جلودهم، جلد الإنسان المكان الحساس في الإنسان الذي يستشعر بالألم. ولذلك لما تشك إنسان بإبرة الجلد يحس، لو دخلت جوه لغاية اللحم اللحم ما يحسش، يبقون الجلد. فيضخم جلد أهل النار والعياذ بالله حتى يذوقوا العذاب جزاء بما كانوا يعملون. فجاء في حديث صلى الله عليه وسلم قال غلظ جلده مسيرة 3 أيام. وذكر في حديث آخر أن كثافة جلده 42 ذراعا. هذا أهل النار في النار، ومع ذلك في حال من أحوالهم حين يحشرون يجعلهم الله سبحانه كأمثال الذر كأمثال النمل من الصغار. فجاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن قال إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، لما يؤخذون إلى نار جهنم على هذه الهيئة زي النمل في غاية الحقارة، ثم يضخمون لينالوا العذاب في النار والعياذ بالله. قال أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده أهل الجنة السابقين السابقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.